لتفاصيل أكثر وصورة أوضح معي فراس كرم مراسل أورينت نيوز مباشرة من حماة. أهلا بك فراس، ونبدأ بالغارات الجوية التي طالت عدة مناطق بحماة. كيف يبدو الوضع حاليا؟ نعم يسرى، طبعا الان تشهد المناطق المحرره في حماة الشمالي نوعا ما من الاستقرار، وذلك بعد ساعات من التصعيد العسكري بالقصف بالغارات الجويه وايضا القصف المدفعي والصاروخي طال عده مناطق بريف حماة الشمالي. تحديدا كان هناك اكثر من 10 غارات جويه شنها طيران النظام الحربي على مناطق كفر زيتا واللطامنه وايضا قرى الاربعين، بالتزامن مع ايضا قصف بالبراميل المتفجره على مدينه كفر زيتا ومناطق محيطه بمدينه كفر زيتا. كان ذلك تزامنا مع قصف مدفعي وصاروخي من قبل ميليشيات اسد الطائفيه المتمركزه في صوران والمعسكر الروسي جنوب حلفايا. طبعا كان ذلك ايضا بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي استهدف قرى الغاب تل واسط والدقماق والزيارة والمنصورة. هذه المنطقة أيضا تعرضت كلها للقصف من قبل ميليشيات أسد الطائفية المتمركزة في معسكر جورين. لكن الحدث الأبرز اليوم هو أن مدينة كفر زيتا قامت بتشييع عائلة كاملة استشهد أفرادها بالغارات الجوية التي استهدفت مدينة أورم الكبرى بريف حلب الغربي. كانوا نازحين في هذه المدينة عندما تم استهداف هذه المدينة بالغارات الجوية للطيران الحربي التابع للنظام. قبل قليل انتهت مدينة كفر زيتا من تشييع شهدائها السبعة الذين ينتمون لأسرة واحدة في مدينة كفر زيتا. طبعا كان في الأمس حالة من التخوف بين صفوف المدنيين جراء هذا التصعيد المفاجئ من قبل ميليشيات أسد الطائفية وأيضا الطيران الحربي الذي قصف أكثر من منطقة أو موقع بريف حماة. عسكريا يسرى الوضع هنا. نعم فراس، كنت ساتحدث عن هذه الفكرة وهي عسكريا يعني يتم تداول بعض الصور ويقال بأنها لحشودات أو تعزيزات عسكرية في صفوف الميليشيات الطائفية، ما مدى دقة هذه ما يتم تداوله؟ بطبيعة الحال يسرى الفصائل هنا لم تكترث لهذه الفيديوهات أو الصور القادمة من مناطق النظام عن وصول تعزيزات أو قوات تابعة لميليشيات أسد الطائفية، والفصائل أخذت على عاتقها بالدفاع عن مناطق ريف حماة الشمالي وريف حماة الغربي وأيضا مناطق ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وقامت بتحصين هذه المناطق والمواقع العسكرية من خلال تدشيم النقاط وتعزيزها بمقاتلين وعناصر مدربة تدريب عالي لمواجهة أي عملية اقتحام محتملة للنظام في ريف حماة. وكنا قد تواصلنا مع أكثر من قيادة تابعة للفصائل أو في صفوف الجيش حر، أكدوا أن هذه الفصائل على جاهزية تامة واستعداد عالي لمواجهة أي عملية تقدم برية للنظام في ريف حماة الشمالي أو الغربي وأيضا ريف إدلب الجنوبي الشرقي. وكنا بالفعل قد رصدنا يوم أمس أن أمام هذا التصعيد كان هناك مزيدا من الحشود العسكرية أو أعداد كبيرة من القوات التابعة للفصائل قد وصلت إلى المناطق المواجهة لمناطق سيطرة النظام في ريف حماة الشرقي وريف حماة الشمالي. وفي اللحظات الأخيرة وكان هناك متوقع من عودة الاشتباكات والمواجهات بين الفصائل وميليشيات النظام، إلا أن في الساعات الأخيرة وتوقف النظام عن التصعيد على ما يبدو كان هناك توقف أيضا من جهة الفصائل بالرد، وكان هناك أيضا رد على بعض المواقع التابعة للنظام بالمدفعية الثقيلة والصواريخ وراجمات الصواريخ. والآن كما ذكرنا في البداية تشهد هذه المنطقة نعم في رأس تصعيد، لكن سنكتفي بهذا القدر من ناحية الفصائل. الآن الفصائل تعلم شكرا لك على هذه المعلومات فراس كرم مراسل أورينت نيوز مباشرة من حماة.